¡Doctor Fernando! ¡Ya, doctor Fernando! ¡Doctor Fernando! ¡Lo cual no, doctor! ¡Asas en la mamá! ¡Tab maul! ¡Ad bici me habilé, doctor! ¡Aló! ¡Doctor Fernando! حضرتك حكيم التجميل المشهور ما هيك؟ لا لا ما بتعرفني لا لا يا استاذ ما بدي اعمل عملية تجميل لا حضرتي بلف 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 نعم بلف اهم بنشرجي بلبنان والمهجر ما في دولاب ما بصلحه ما في شيء مفخوط بالبلد الا ما انا برقعه نعم نعم استاذ فرناندو حضرتك اتصلت فيي وطلبت مني اجي اخذ سياره مدامتك لاصلحها شرفت بس حضرتك مش موجود بالعياده لا نعم السكرتيره ايضا مش موجوده لا نعم انا موجود نعم لا يا استاذ فرناندو يا دكتور يا حبيب قلبنا بدك روح وارجع بعدين لا شاي خمس دقايق يلا بنطرق دكتور فرناندو أجل الله معك موفق بدنا نعمل ننطرو دكتور فرناندو ليكي هلا إما بدنا ننفذ نحن بس اللي قدام ما تبلشي لي تعملي لي عمليات تجميل كلك بدك تتجملي ولك شو تنفخ بس اللي قدام بدي نفخ كل شيء بيتنفخ كل شيء كل شيء عندي 100 شغله بدي اظبطها ايه بدي ارجع شركه ايه على قد ما بتطلع حضرتك ما انتم اللي ممثلين ما انتم عايشين على قد حالكم والله غلطان والله انا اللي بطلع كل هالمصاري اللي حضرتك تصرفها انا اللي عم طلعها انا اللي بطلع يا ريتك بتطلع اللي لازم تطلعيه مش عم طلعه لانه مش عم لاقيه بونجور يه 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 اهلا 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 سهلا اهلا اهلا على التلم ايه ايه للحقيقه ما تاخرت لا لا تاخرت لا وصلنا اهلا وسهلا فيك يعني عن جد صيتك سابقك ايه لا شكرا شكرا يعني كل العالم تحكي عنا انا بشكرك شكرا انا شو متواضع هالقد يا زلمه بس انت اهم نفيخ بالعالم شو بلبنان بالعالم العربي كله صح والمهجر والمهجر نعم المهجر شكرا شكرا انا بشكر لطفك وحنانك بشكرك هيدا شغلتنا شغلتنا ننفخ شو بدنا نعمل الله يخليك ليك ليك نعم. بصراحة كلهم قالوا لنا انه يمكن ما يشتغلكم قد ما عنده عجقة صح بس نحن لحقنا وتلقطنا فيك خلص ما رح نقبل بدك تشتغل اكيد لا بدي انا بديكم على العالم كله للحقيقة يا اهلا وسهلا وخصوصا ما لا 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 هديني 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 لا حضرتك الممثل المشهورة ورد السماء لا مش معقول مش معقول ما بصدق عيوني لا مدام حضرتك بشحمك ولحمك موجودة هون لا لا ما بصدق مدام أنا متابعك من زمان أنا ما مخلي فيلم إليك ما مخلي برنامج آخر فيلم سينمائي حبيته كتير صراع في غرفة النوم هيدا صراع في غرفة النوم شيء حلو 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 صرت حاضره أكثر من 200 مرة الحقيقة هلا هلا التطاير البطير هالريش الطايرة بقلب الأوضة وأنت مغموس بقلب التخت بحط كاس الويسكي وبقعد الحقيقة وأنت نازلة خلص خلص بدي هنيك عليها فهمنا يا خي مرتك ما هيك دقوا ايه مرتي دقوا بالسقف بدي دقوا بإذن الله بدي يقطعوا السقف بدي يقطعوا السقف بإذن الله فظيعة بهنيكي مش على التمثيل بس لا بهنيك على النشاط بغرفة النوم بهنيك الله يخليك بصحتك الله يخليك بصحتك يا رب مري شوفيني اخدمك انا حاضر ليك انه حسيت انه نفسوا فقلت انا بدي انفخون عند مين بدي روح لعندك نعم جاي انفخون اذا في مجال تنفخ لي اياهم انا اللي بنفخ لك اياهم مين بدي انفخون غيري انا مالك النفخ انا تكرمي لا تكرمي بس سؤال بتحبي انفخ لك الأربعة سوا؟ أربعة؟ نعم أربعة ليش في أربعة؟ اي ليش مفاجأة يا أستاذ طبعا في أربعة ولو لا أنت اللي بعرف أنه في اثنين مخبية علي اثنين غيرون لك أنا على حد علمي أنه في اثنين ونفس وجاي نفخه مزبوط لا لا رؤية يا جماعة لا في أربعة صدقوني في أربعة اثنين قدام واثنين ورا نعم كمان اللي ورا بيتنفخوا هن اهم شيء تنفخ الورا الله يجارك بالعلم خطا شائع انه بينفخوا ادمام وبيتركوا الورا بصير الواحد مش متزن ما بتزبط ما بتزبط
ضروري تنفخ الورق، وخصوصي تنفخ نفخ بتعرم هيك هيك تعريمي هيك 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 بتصير منفخة وعالية تشقل تشقل يا عين عليك، مهم تشقل تشقل هيك، بتصير الواحد يشتهي يفوت فيها من ورا. للحقيقة سألني أنا سألني أنا بعدين هي ماشي هي بالشارع والله لا يركضوا لك للبيع للبيع بتبيعنا اياها للبيع لك للبيع يا خيي للبيع للبيع هذا رزق خاص ايه خاص املاك خاصه هي ايه خيي من البيع للبيع وبتشقل ومدري شو ايه ايه هيك 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 بتشقل هيك هيك لك يا حبيبي خلص ايه لك تركو تركو يحكي شوي هو محترف عم يعرف شغله تركو يحكي ايه بس سدوا بقى سدوا سدوا خلصنا سديته سديته ايه فيني اسالك سؤال معلش ايه انت ايه عم بتقولي انه منفسين هلا ما هيك ايه 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 اقول لك السبب انه على كثره الاستعمال ولا فايت فيهم شي برغي ضارب فيك شيء بناز زاحت عليك شيء إبري صاير معك شيء باخش بخش صار عندك شيء مبخوشة هيك ولا عندك شيء بخش هيك ولا ضاربينك البخشين هيك ولا في بخ ليك ليك ما في شو هاد يقلون إيه ما هيدا البرخي أوقات بفوت وبيبخش ال هيك ليك هلا هلا أنا لا. هلا انا عم سندهم بركي من التسنيده اكلوا لهم شي نقره ما بعرف بس اقول لك مظبوط انه برغي ومسمار نمدج البرغي لا برغي لا هي طلع طلع هي انا هون انا عم اقول لك اكيد على الاستعمال على الاستعمال انت كل يوم بتستعملها كل يوم مش كل يوم كل يوم يعني بس انه ايه يا حصرتك اليوم قال ما لها ياكل اليوم ما لها ياكل اليوم بس معلش انا ضلني اقطع بس انه يومك يومك بعدين شو الاسئله هدول اللي عم تسالهم انت الثاني ما بدنا نعرف الحاله يا استاذنا الكريم بعدين سؤالي لك معلش انت كيف اكتشفت انه منفسين هل يا ترى عم يرتفعوا على السحبات ولا حدا قال لك لك كيف بده يرتفعوا انت الثاني على السحبات يعني عم يرتفعوا عم يروحوا هيك ولك ما بيرتفعوا بلقوا ايه بس ردف لقى بلقوا فيك تروق شوي هو محترف وعم يسألني إني أنا خليني أحكي اتفضلي إيه ليك صاحبات ما بهون شيء نعم هن كيف عرفت إنه منفسين لأنه بآخر فيلم لقلي كل حدا شافون قال لي لا لا منفسين نفسي. كل حدا شافهم أيوة. يعني من المخرج للمنتج نعم. حبيبي للكاميرامانية نعم. لشباب الصوت نعم. للكومبارس ايه. ولك الجمهور خي هذا صراع في غرفة النوم ايه. صعب كتير ايه. البرنامج ايه. للحقيقة انت كلهم شافوهن وقالوا لك هيك وسكتي حرام عليك حرام ولو تعال عندي وتعال عندي انا دواتي عندي انا بس بسيطة قصتك بسيطة ايه. بسحب نبريشي من قدام ومن ورا من قدام من ورا من قدام أهول من ورا يعني أصعب شوي بعدين أنا بشوفهم وبعيرهم عيارهم مزبوط بتركهم لا برصهم برصل لك ياهن برصهم نعم حضرتك رح ترصهم؟ مين بدك تتكل عليه يرصهم؟ لا أكيد ما بتكل عليه مشان هيك عم بسألك أنا اللي برصهم طبعاً إيه؟ من بعد نعم. الرص بطلع عليك عشر دقايق بطلع بدون ما تأخذنا بطلع عليها عشر دقايق وبشوفها بالتنتيع إذا تنتيع قوي مش حالة تنتيع مش قوي بدنا نشوف لها شو القصة ولك تركو يحكي ما بده يشوف كيف التنتيع شو كيف التنتيع بده يشوف طبعا واذا لقينا التنتيع مش مزبوط التنتيع اي نعم بحطها ببركة المي اكيد اذا فيها بخش بدها تنفس ولما تنفس ولما تنفس بالميات بتبقبي بتعملك ليك هلا هو كان في بالزمانات بخش بتسطم على كل حال جرب شوف ليك نحن بنطلع نحن بنطلع بالميات وين في يعني في تنفيسي برقع يرقعك عزرائيل ان شاء الله تعالوا خيي تعالوا خيي شو خير انا
هلا انا مزبوط انه هيك زلمه ومنفتح شوي بس ما انه تطلع عليا معلش هلا انت اذا بدك انت بقى وشو اذا غير عم تنفس طبعا وبدي ارقع انتبه بدنا نرقع بعدين لك اذا انت مزعوج جربها اذا مشي حالها بلا رقع بلا كل شيء جرب اعمل معروف اوكي ما نعذبك لا ما فيك تتكل عليه لا. لانه ايام الغنايم كان شحنايم من ايام شهر العسل لا رصة ولا رقعة اخرب فما بيت. تتكل عليه اخرب بيته طيب بدنا نسالك سؤال هيك شوي طيب تنفوت بالجو بس نعم. شوفي لي انت البزابيز شو بقول البزابيز؟ البزابيز الله البزابيز ايه؟ عم بينفسوا عم بيطلعوا صوت ولا عم بيروحوا هواء؟ ولك خيي انت شو بدك بالبزابيز والزبازوب؟ الاساس الاساس ولك انت تبع النفخ انت الفخ وبس الاساس هن البزابيز لازم نفحص البزابيز الناس بتغفل عن البزابيز بس بينبسطوا بالبزابيز بس البزابيز لحقوا نفسوا البزابيز يا بيي انا بقول المثل كله سوا بكون من تنفيس البزابيز هساعتها بدنا نغيرهم كلهم لحظه هن بيتغيروا كله بيتغير ربعته بيتغير لانه ما بقى يفيد عندك شيء يا عيني لا الحشي لا الفتين ويمكن اضطر احط لك تيوبلس شامبرير ما نحط لها شامبرير واللي ورا كمان بدك تغيره كله بيتغير بس الورا ضغط عليه خفيف دايما الضغط بيجي من قدام شو عرفك وكل انا بقول كله مثل بعضه لا 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 كلهم بيقولوا هيك بس غلط دايما الضغط القوي من قدام من ورا الضغط بيجي خفيف مشان هيك خبرة إيه انا ما في فنانة ما تمروا لعندي كل الفنانات بيمروا لعندي انا بالنبريش بنفخهم كلهم بنغرب نفخهم ما تقلي هلا عنايات وتهاني وشهرزاد وشخيره وشخيره كلهم بيمروا لعندك كلهم منفخين عندك كلهم بيوصلوا بيقولوا وين نبريشك دغري بتشيل نبريش نفخهم تنفيق حلو كلهم كلهم بنبريشك كلهم بنبريشي بس شو نبريش حلو شو نبريش شو عندي نبريش انا هذا مستورد ما نبريش غير شكل هيك انا للحقيقه انت ما كذب عليك حاطط له ترامب الضغط مشان ما يبرز في ساعه مشان اعرف قديش قوته يا خي لانه اوقات بينزرق بمحل ببج هلا هني بيتركب له اكسسوارات يعني اكيد انت لازم تغير نبريشك انت انت بتغيره انا كل فتره بغيره بس ليك إيه لانك عم تستهلكه كثير ايه بس انت انا برايي انا بدك راي شخصي انت ما ضروري تغيره انت فيك تحط له وصله ايه لانه هو النبريش هي لك عن شو عم تحكوا يا عمي عن شو عم تحكوا حكي نبريش حكي رجال بين بعضنا لا طيب خلينا نرجع للمهم تفضل امتين فينا نبلش هلا فينا نبلش عاد بكم طبعا انا بس اول شيء معلش بلا مؤاخذه بدي اضطر عفرتها شو بدي احطها على العفريت الحقيقه بدك تعفرتها ايه بدي عفرتها تمام متلبه بعفرتها يا عمي يا بدي عفرتها لاشوف من تحت بلكي يا خيي هالتنفيسي في شي بخش من تحت عم ينزل هالتنفيسي كلها ولك نبدأ شو اكيد في بخش جوا بس مش عم ينزل انا يا خيي هسه ذكري انا بقول ممكن يكون التنفيسي من جوا يعني بدي اضطر فوت لجوا كمان ليك ليه؟ شو بقى؟ انا صار لي ساعة ساكت ولابد ساكت ولابد بس انا خلص رح بجا معك ليه؟ ولك بقاش بدي نفخ انا مبسوط فيها مش عزوك ساعة بدك مش عزوك مش عزوك انا بدي انت تنبسط فيي انا بدي جمهوري يحبني يا جماعة يا جماعة يا جماعة يا جماعة تفضل خير شو بكم صوتكم طالع لبرا؟ خبر بيعمل لك خبرية تفضل اسمع بده يعفرتها وبده يبقبشها ويفوت من جوا ارقع ارقع ما بعرف ارقع بده يرقع بده يرقع وبده يرص كمان ايه كله كرمال ينفخ ما في نفخ من فوق لك يا خيي ما هي بدها شغل ولا زي يا جماعه لمين حضرته الاخ؟ انا بلف اهم بنشرج بلبنان والمهجر ما في دولاب بينفخت غير ما بصلحه ما في دولاب مطعوش الا ما برصصه انا استاذ بلف نعم نعم شو
انت استاذ بل بنشارجي يقصف عمرك انت بنشارجي ونحن جايين لعندك لننفخ ال ونشد ال ونشفط ال ونكبر ال ونسحب ال هلا نحن فينا نشفط ال ونكبر ال ونزغر هيك بس بدي اعرف قبل هلا هن منفسين وبدك ننفخ الأربعة؟ الأربعة؟ رجعنا معلم بعلي لك إياها بعفرتها حتى على طول عمليات بخاف عليكي بعدها ثلاث أرباع البنات صار نجمة بعدها مش رح حسك أكثر لما خدودك تظهر مش رح إجمالاً نجاح أي شخص بالمجال الإعلامي أو التلفزيوني عامة بيعتمد بقسم كبير منه على حسن اللفظ ووضوح التعبير، بس الشخصية اللي رح تشوفوها بعد البريك هي العكس تماما وحققت نجاحها بالشقلوب ببرنامج شقلب المقاييس ببرامج السكتشات. ما رح قلكن إلا يعفيكن العاطي وانطروا الشقلوب بعد البريك.